الكيو او سي شركه نفط الكويت. نعم. المبنى ان شاء الله جاهز للتشغيل، المستشفى الاحمدي الاغرار، مستشفى جابر ما شاء الله. نعم. عندنا متحف احمد الجابر للبترول، هذا سلمك الله يبين لك البترول من يوم انه بالارض الى مرحله الانتاج. وهذا كثير من ابنائنا وبناتنا الطلبه يجهلون شنو معنى البترول، وهو عصب الحياه. هذا راح يكون الاول في الشرق الاوسط. كذلك في هناك مشروع تجديد وبناء وحدات سكنيه في الاحمدي، لتجديد بيوت الاحمدي. هذا مشروع قائم، البيوت القديمه من غيرها اللي كانت قبل. نعم. نفسها. نعم. تم تجديدها. نعم. هناك مشروع تجديد 140 بيت. طيب وخالد، المستشفى اللي انت تكلمت عنك توا، هل هو هذا للعامه ولا فقط لمن هم منتسبي شركات النفط؟ سلامتك، هم القطاع النفطي، القطاع النفطي لا تستهين فيه، تقريبا 90,000 موظف وعوائلهم، فهذا راح يغطي جزء كبير من منهم.